تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم لإسرائيل بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وتأتي زيارة لعقد محادثات حول الأوضاع في غزة، حيث من المفترض أن تجري بيربوك غدا محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله. كما ستتوجه الوزيرة الألمانية إلى لبنان هذا الأسبوع لعقد محادثات مع المسؤولين في بيروت، حيث أشارت بيربوك إلى أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يعد أكثر قلقاً.